السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا سنة أولى؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير كلكم. معاكم زميلتكم مي محسين، فرقة خمسة جديد. هنكمل مع بعض الجنرال اناتومي بأمر الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. هنكمل مع بعض محاضرتنا، وقبل ما نبدأ نتكلم عن المحاضرة لازم هنقول دعاء المذكرة زي ما تعودنا مع بعض. اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم فهمني كما فهمتها سليمان، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ محاضرتنا اللي هي بعنوان المسلز، العضلات. كلنا عارفين يعني إيه عضلة. العضلة ده هو الجزء اللي هو بينقبض وينبسط عشان خاطر أحرك أجزاء مختلفة من جسمي، تمام؟ وده بيتم عن طريق أمر عصبي، بيجيله إشارة عصبية فبيبدأ إن هو ينقبض، فبالتالي يبدأ يحصل الحركة. فبالتالي لما أجي أعرف المسلز العضلات هقول إن هي جروب أوف كونتراكتايل فايبرز، هي مجموعة من الألياف القادرة على الانقباض. ريسبونسبل فور موفمنت أوف ديفرنت بارتس أوف ذا بودي، مسؤولة عن حركة أجزاء مختلفة من الجسم. بتكون كنترولد باي نيرفس ستيمولاي، بيتحكم فيها النيرفس ستيمولاي اللي هو اشاره عصبيه يعني. يبقى المسلز قولوا معايا هي عباره عن جروب اوف كونتراكتايل فايبرز ريسبونسبل فور موفمنت اوف ديفرنت بارتس اوف ذا بودي كنترولد باي نيرفس ستيمولاي. طيب ايه هي انواع المسلز؟ ايه هي انواع العضلات؟ قال لي ان انواع المسلز دي يا اما سكليتال او سوماتيك مسل، عضلات هيكليه، او سوماتيك سموث او فيسرال مسل، عضلات ملساء، او كاردياك مسل، عضلات قلبيه. يبقى تاني، سكليتال او سوماتيك مسل اللي هي العضلات الهيكليه، سموث او فيسرال اللي هي العضلات الملساء، الكاردياك اللي هي العضلات القلبيه. بالنسبه للسكليتال مسل او اللي هي السوماتيك مسل دي بتكون سترييتد يعني مخططه زي ما احنا شايفين، وفولانتري يعني باراديه، انا بيجي لي مزاج احرك ايدي احرك رجلي بمزاجي اراديه، انا اللي بتحكم فيها. تاني حاجه اللي هي السموث او الفيسرال ماسل اللي هي العضلات الملساء. العضلات الملساء دي اللي هي السموث ماسل. طب ماشي سموث ملساء، اوكي، امال ايه فيسرال دي؟ فيسرال يعني احشاء، تمام. فليه سميتها فيسرال ماسل؟ لانها العضلات بتاعه الاحشاء، يعني معدتي مثلا مكونه من الفيسرال ماسل، عضلات الاحشاء بيكونها عضلات الاحشاء، فبالتالي بقى اسمها سموث او فيسر المصل اللي هي عضلات الاحشاء او العضلات الملساء. بتكون نون ستريت، مش مخططه زي ما احنا شايفين، وكمان انفولنتري غير اراديه، ما بقدرش اتحكم فيها، مش انا اللي بتحكم فيها. تالت حاجه معانا كانت الكاردياك مصل اللي هي العضله القلبيه، وطبيعي جدا ان الكاردياك كاردياك يعني قلبيه، فلما تبقى كاردياك مصل العضله القلبيه هتكون موجوده فين؟ اكيد اكيد موجوده بس في القلب، في الهارت، وبتكون سترايتد زي ما احنا شايفين مخططه يعني، بس انفولنتري ما بقدرش اتحكم فيها، ما بقولش القلب يقف فيقف او يشتغل فيشتغل، لا طبعا مش انا اللي بتحكم فيه. يبقى دي كده انواع المسلز. هنتكلم عن كل نوع بقى بشيء من التفصيل. اول حاجه الفيسرال مسلز اللي هي العضلات بتاعه الاحشاء، ماشي، او العضلات الملساء، اساميها التانية سموث ملساء، بلين او نون سترايتد يعني غير مخططه، انفولنتري غير اراديه. يبقى انا عندي في عندنا حاجه اسمها الفيسرال مسل اللي هي اسمها التاني سموث او بلين او نون سترييتد او انفولنتري، العضلات الملساء الغير مخططه الغير اراديه. لها فيتشرز يعني لها مواصفات. اول مواصفه مواصفاتها ان هي الخلايا اللي بتكونها، يعني الخلايا اللي بتكون الفيسرال مسل زي ما احنا شايفين شكلها بيكون مغزلي زي ما احنا شايفين برضو. فكلمه مغزلي فيوزي فورم او سبندل، فاول حاجه ان لها خلايا، السيلز بتاعتها بتكون فيوزي فورم او سبندل، والسيلز دي اللي هي الخلايا بتحتوي على نيوكليوس، نواة، نيوكليوس، بتكون لارج كبيرة وسنجل، هي نواة واحدة مش أكتر، في كل خلية نواة واحدة، وسنترال موجودة في نص الخلية، هي موجودة في نص كل خلية، موجودة في نص الخلية، موجودة في نص الخلية. فبالتالي أول صفة إن أنا عندي الخلايا اللي بتعمل لي الفيسرال مسل، الخلايا اللي بتعمل لي العضلات الملساء بتكون فيوزي فورم أو سبندل يعني شكلها مغزلي، فيها نيوكليوس لارج سنجل سنترال. تاني حاجة ان الماي فايبرلز بتكون with only longitudinal striation، يعني ايه؟ ماي فايبرلز يعني لييفة، لييفة، تمام؟ فبيقول لي ان اللييفات فيها longitudinal striation، خطوط بالطول. الله،
هو انت مش لسه قايله لنا ان الفيسرال المصل دي نون استرييتد، يعني مش مخططه؟ ازاي ترجعي تقول لنا ان هي اللييفات بتاعتها الماي فايبرل بتاعتها موجود فيها لونجيتودينال استرييشن، خطوط بالطول؟ تعالوا بقى نتفق اتفاق ان كلمه ان العضله تكون مخططه او انها تكون غير مخططه بيكون على حسب ايه. انها تكون مخططه لازم يبقى فيها خطوط بالطول لونجيتودينال يعني، وخطوط بالعرض ترانزفيرس، لازم الاثنين يكونوا موجودين، موجود فيها خطوط بالطول وخطوط بالعرض ترانزفيرس ولونجيتودينال. لكن لو فيها نوع واحد من الخطوط يبقى كده هي مش مخططه، هي كده غير مخططه. فلما اقول ان الماي فايبريل بتاعه الفيسرال مسل اللييفه بتاعه الفيسرال مسل فيها خطوط بالطول بس اونلي لونجيتودينال استريشن، كده انا بقول ان هي غير مخططه. ليه؟ اصل هي فيها خطوط بالطول بس، وعشان تبقى مخططه لازم يكون فيها الاثنين بالطول وبالعرض. يبقى تاني صفه ان الماي فايبريل ويز اونلي لونجيتودينال استريشن، عشان كده الفيسرال مسل نون استريتد، غير مخططه. تالت حاجه ان هي لها ثين شيتس كونكتد ويز ايريلار تيشو، يعني هي عباره عن طبقات رقيقه جدا بيكون متلزقين مع بعض عن طريق الايريولار تيشو. الايريولار تيشو ده اللي هو نوع من انواع الانسجه الضمه، الكونكتيف تيشو، نوع من انواع الكونكتيف تيشو. فيبقى تالت حاجه ان هي لها ثين شيتس، لها طبقات رقيقه جدا متلزقين في بعض عن طريق ايريولار تيشو. الايريولار تيشو ده نوع من انواع الكونكتيف تيشو. رابع حاجه معانا الاوتونوميك انرفيشن، ان الفيسرال مسل لها اوتونوميك انرفيشن. يعني ايه؟ يعني بيروح لها تغذيه عصبيه غير اراديه، اوتونوميك غير اراديه، لا اراديه. فاوتونوميك انرفيشن معناها ان هي بتتغذى باعصاب لا اراديه. ما احنا اتفقنا مع بعض بقى ان انا مش بتحكم فيها، فطبيعي الاعصاب اللي هتغذيها هتكون اعصاب لا اراديه. اخر حاجه ان لها سلو سستيند كونتراكشن سو نو فاتيج، يعني ايه؟ يعني هي بتنقبض بشكل مستمر وبطيء فما بتتعبش. يعني ايه برضو الكلام ده؟ هديكم مثال. لو حد طلب مني ان انا اتخطى مسافة 100 متر، بس ما طلبش مني اتخطاهم ازاي، فانا قررت ان انا اجرب كده اشوف لو مشيتهم واشوف لو جريتهم. فاول حاجة لو مشيتهم، لو مشيت 100 متر دول بشكل بطيء، يعني انا ماشية بطيء جدا تمام لحد ما خلصت 100 متر، لاحظت ان انا ما تعبتش. لما خلصت 100 متر مشي بطيء ما تعبتش. ليه؟ اصل العضلات بتاعتي بتتحرك براحتها بشكل بطيء، فواخده راحتها وواخده غذائها كويس وواخده الاكسجين بتاعها كويس، فما بتتعبش ما تعبتش. لكن لو جريت مسافه 100 متر دول، انا بجري بسرعه عماله اجري بطرقع بطرقع بطرقع، اللي هو عمال اعمل كونتراكشن ورا كونتراكشن ورا كونتراكشن، العضله شغاله على اخرها، مش لاحقه تاخد نفسها، فمش لاحقه تاخد غذاء كويس ولا اكسجين كويس، فبالتالي تعبت. بعد ما جريت تعبت فحصل فتيك. هي نفس الفكره بقى الفيسرال مسل. الفيسرال مسل دي عضلات ما بتشتغل ببطء جدا 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 بس بشكل مستمر، يعني هي طول الوقت شغاله بشكل مستمر، سستيند كونتراكشن، بتنقبض بشكل مستمر ولكن ببطء جدا 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 جدا، فبالتالي نتيجه ان هي بتشتغل ببطء ما بتتعبش تمام، نو فتيك، ما بيحصلهاش فتيك، ما بيحصلهاش تعب. يبقى تاني بقى نتكلم عن الفيسرال مسل الفيتشرز بتاعتها. اول حاجه ان هي مغزليه، الخلايا بتاعتها مغزليه فيوزي فورم، وفيها نيوكلياس لارج كبيره وسنجل وسنترال. تاني حاجه ان اللييفات بتاعتها الماي فايبريل بتحتوي على اونلي لونجيتودينال استريشن، وعشان كده هي بتكون نون استريتد، غير مخططه، لانها فيها نوع واحد من الاستريشن. تالت حاجه ان هي عباره عن ثين شيتس، هي طبقات رقيقه كونكتد توجذر، يعني ملزقتهم ببعض عن طريق الايريولار تيشو اللي هو نوع من انواع الانسجه الضمه. رابع حاجه ان هي لها اوتونوميك انرفيشن، يعني اعصاب لا اراديه بتغذيها. خامس حاجه ان هي بتنقبض بشكل مستمر سستيند بس ما بتتعبش. ليه؟ لانها بتنقبض بشكل بطيء جدا جدا جدا. طيب ماشي، احنا اتفقنا مع بعض ان هي عباره عن شيتس، ان هي عباره عن طبقات كده ماشي لزقتهم في بعض. قال لي يا اما الطبقات دي تكون لونجيتودينال مع سيركولار، يعني طبقات بالطول مع طبقات دائريه، ان انا حطيت الخلايا رصتها بشكل طولي ورصتها كمان معاها خلايا بشكل دائري، يا اما رصيت الخلايا بشكل دائري بس، عملت سيركولار شيتس طبقه بشكل دائري بس، يا اما عملت الريجولار فورم، يعني رصيتهم بشكل عشوائي. عايز افهم اكتر يعني ايه.
يعني انا الفيسرال ماسل دي العضلات اللي هي فيسرال، في منها ماشي عضلات عبارة عن longitudinal والcircular sheets، عضلات عبارة عن طبقات longitudinal بالطول مع طبقات على شكل دايرة، وفي منها عضلات فيها طبقات على شكل دايرة بس circular sheets بس، وفي منها عضلات فيها طبقات irregular عشوائية كده تمام. الطبقات اللي هي العضلات الفيسرال اللي هي على شكل طبقات لونجيتودينال وسيركولار الاتنين مع بعض زي في الوول اوف دايجستيف تيوب، الوول اوف دايجستيف تيوب اللي هو الجدار بتاع الايه القناة الهضمية، فيها العضلات بتكون العضلة اللي هي الفيسرال بتكون فيها لونجيتودينال شيتس وسيركولار شيتس. ازاي المنظر اللي احنا شايفينه ده؟ ادي طبقة من بره اهي والطبقة جوه، دي طبقة عضلات وطبقة عضلات. الطبقة اللي من بره دي عبارة عن longitudinal sheet، طبقة من الخلايا العضلية ماشي بشكل طولي مرصوصة بشكل طولي. يعني ايه؟ ادي الخلية وادي الخلية وادي الخلية اهو، مرصيت الخلايا بشكل طولي بالطول، دي الطبقة اللي من بره. الطبقة بقى اللي من جوه دي اللي هي تحتها عبارة عن خلايا، الخلايا الفيوزي فورم بتاعتنا بس مرصوصة على شكل دايرة، مرصوصة على شكل ايه؟ على شكل دايرة. فيبقى انا كده عندي الوول اوف دايجستيف تيوب اللي هو الجدار بتاع الدايجستيف تيوب القناة الهضمية عبارة عن طبقتين من الخلايا من العضلات، طبقة لونجيتودينال طبقة بالطول وطبقة سيركولار طبقة دائرية تمام. فين بقى؟ في الوول اوف دايجستيف تيوب اللي هو الجدار بتاع الدايجستيف تيوب القناه الهضميه، وكمان اليوروجينيتال تراكت، يورو يعني بولي، يوجينيتال يعني تناسلي، يبقى البوليه والتناسليه ماشي. نتيجه الرصه دي، الرصه اللي انا رصيتها اللي هو طبقه لونجيتودينال مع طبقه سيركولار، خلى لو حصل كونتراكشن، لو حصل كونتراكشن للطبقتين دول ايه اللي هيحصل؟ العضلات هتتحرك بشكل يعمل لي حاجه اسمها الحركه الدوديه، بريستالسيس موفمنت، الحركة الدودية. نتفرج عليها، ده كده اهو بتحرك كأنها دودة، دودة بتتحرك. ليه؟ لان انا هنا في الول اوف دايجستيف تيوب ماشي، الول اوف دايجستيف تيوب ده بيتكون من عضلات لونجيتودينال شيتس عضلات بشكل طولي مع سيركولار شيتس مع طبقة من العضلة بتبقى على شكل الخلايا العضلية رصتهم في شكل دائري. فلما حصل كونتراكشن ادالي المنظر ده، ان الكونتراكشن بيحصل كحركه دوديه بريستالسيس. تاني حاجه معانا اللي هي العضلات الفيسرال اللي فيها الطبقات سيركولر، رصيت الخلايا في شكل سيركولر، الوول اوف بلاد فيسلز اهو، ده الوول اوف بلاد فيسلز، ادي جدار البلاد فيسلز، دي منطقه العضلات اهي، زي ما احنا شايفين الخلايا اترصت بشكل سيركولر اهو، شكل سيركولر وكملتها شكل سيركل، شكل دايرة، عملت لي شكل دايرة زي ما احنا شايفين. فالوول اوف بلاد فيسلز الفيسرال المصل اللي فيه بتكون على شكل سيركولار شيتس، على شكل ايه؟ سيركولار شيتس. اخر حاجة معانا اللي هو الريجولار فورم، الريجولار فورم ده اللي هو عشوائي، رصيت الخلايا بشكل عشوائي زي هنا كده، الخلايا مرصوصة بشكل عشوائي هنا كده، الخلايا مرصوصة بشكل عشوائي تمام، زي الوول اوف يوترس، زي جدار الايه الرحم، وكمان اليورينري بلادر المثانه، المثانه وجدار الرحم الول اوف يوترس بيكون الخلايا بتاع الفيسرال مصل مرصوصه بشكل الريجولار بشكل عشوائي، وده خلالي الكونتراكشن الانقباض لما بيحصل، بيحصل ماس كونتراكشن، بيحصل انقباض ضخم، انقباض كبير كده وقوي، ماس كونتراكشن. طب انا هستفيد ايه لما يحصل ماس كونتراكشن في اليوترس في الرحم او اليورينري بلادر؟ هستفيد ان هيحصل حاجه اسمها ايفاكويشن واكسبالشن. يا جماعه لو انا معايا كيس مليان ميه وجيت فضيت الكيس ده من الميه كده انا عملت ايفاكويشن، فاليورينري بلادر اللي هي المثانه ده كيس مليان ميه، لما انا عملت ماس كونتراكشن خليته يفضي الميه اللي فيه فانا كده عملت له ايفاكويشن تمام. طب اليوترس الرحم لو واحده حامل وفيه جنين تمام وحصل كونتراكشن، ماس كونتراكشن بقى في الايه في الرحم ده، فالكونتراكشن القوي ده
خلى الجنين يخرج بره الرحم، يتولد فيخرج بره الرحم، فانا كده عملت اكسبالشن، طردت الجنين من الرحم اكسبالشن. يبقى ده بالنسبه لنا الايه، الماس كونتراكشن اللي بيحصل في اليوترس اللي هو فيه الريجولار فورم من الفيسرا المصل، الفيسرا المصل مرصوصه بشكل الريجولار عشوائي. ندخل على اللي بعد كده، اللي بعد كده الكاردياك مصل. الكاردياك مصل بتاعتنا، الكاردياك مصل بتاعتنا اللي هي العضله القلبيه راح تعمل لي الهارت، راح تعمل لي القلب، فبالتالي اقدر اقول ان هي بتفورم المايوكارديوم اوف ذا هارت. المايوكارديوم اللي هو الجزء العضلي من القلب، يبقى الكاردياك مصل اللي هي العضلات القلبيه راح تعمل لي ايه، الجزء العضلي من القلب، يبقى فورم المايوكارديوم اوف ذا هارت. تاني حاجه هي عباره عن خلايا نيوميرس، خلايا كتير جدا مرصوصه جنب بعضها ات انتركاليتد ديسك، ماشي، مرصوصه جنب بعضها قد انتر كاريت الديسك اللي هو ده، ده الانتر كاريت الديسك. يعني ايه بقى؟ بتكون مرصوصه جنب بعضها بالمنظر ده كده، مثلا ادي خليه وادي خليه. كلنا عارفين ان الخليه لها غشاء من بره، تمام، الغشاء الخلوي اسمه سيل ممبرين، اسمه ايه؟ سيل ممبرين، الغشاء الخلوي، تمام. فادي دي دي خليه ودي دي خليه، دي سيل ودي دي خليه وسيل، ولهم الغشاء بتاعهم، ماشي. لما اجي الجزء ده من الغشاء، الجزء اللي هو مقابل لبعضه من الغشاء بتاع الخليه دي والخليه دي، وصلته ببعضه كده، انا عملت ايه؟ كده انا وصلت الاوبوزد سيل ممبرين اللي هو الغشاء الخلوي، السيل ممبرين اللي مقابل لبعضه وصلتهم ببعض، فعمل لي الجزء ده، الجزء ده اللي هو اسمه الانتركاليتد ديسك. اسمه ايه؟ الانتركاليتد ديسك، زي ما احنا شايفين اللي هو الجزء ده الانتركاليت ديسك، ده ناتج عن مقابله الاثنين سيل ممبرين بتوع الخليه اللي هو الاوبوزد سيل ممبرين، اتقابلوا مع بعض ولزقتهم في بعض وعملت الانتركاليت ديسك. فمن صفات الكاردياك ماسل ان هي لها نيوميرس ماسل سيلز، لها خلايا كتير، الخلايا فيها بتكون كتير وبتكون جويند توجذر، يعني متصلين مع بعض عن طريق او عند الانتركاليت ديسك. وفهمنا ايه هو الانتركاليت ديسك. بعد كده بيقول لي ان المسل سيل اللي هي الخليه العضليه دي بتكونتين، ماشي، سنجل وسنترال نيوكليس، يعني نواه في المركز وسنجل، هي نواه واحده. اللي بعد كده، اللي بعد كده ان هي مخططه استرييتد، يعني فيها ايه؟ يعني فيها لونجيتودينال وترانزفيرس استرييشن، الاثنين مع بعض لونجيتودينال وترانزفيرس استرييشن. بس قال لي ان الخطوط بتاعتها اللي هو اللونجيتودينال والترانزفيرس استرييشن بتاعتها بيكونوا ليس ماركد، يعني لس ماركد اللي هو مش باينين قوي زي السكيتال المصري، يعني السكيتال المصري بيكونوا باينين اكتر. فاللي بعد كده يعني المقصود ان انا عندي الاسترييشن الخطوط بتاعه الكاردياك مصل موجوده لونجيتودينال وترانزفيرس، فهي مخططه بس الخطوط مش واضحه قوي، مش واضحه قوي زي السكيتال المصري. فبيقول لي اللي هي العضلات الهيكليه، فبيقول لي ان انا عندي الكاردياك ماسل دي بتشو ليس ماركت لونجيتودينال اند ترانسفيرس استريشن زي السكيتال ماسل. اللي بعد كده بيقول ان الماسل فايبر بيجيف برانشز، الالياف بتاعتنا بتاعت الكاردياك ماسل لها برانشات، اهي برانشات نرسمها ادي، ها لها برانشات بالمنظر ده بتتفرع. طب انا استفدت ايه لما الماسل فايبر، لما الالياف دي اتفرعت؟ استفدت لما الليفه دي تكونتراكت، تعمل كونتراكشن، ماشي، الكونتراكشن ده الانقباض ده هيتنقل للليفه اللي بعد كده، والليفه اللي بعد كده هتنقل للليفه اللي بعدها عن طريق برضو البرانشات دي، عن طريق الفروع دي. فبالتالي لما ليفه تنقبض كل الالياف بتاع الكاردياك مثلا هتنقبض، يعني العضله كلها في نفس الوقت هتنقبض، هتنقبض مع بعضها في نفس الوقت، وده يعمل لي ماس كونتراكشن، ده يعمل لي كونتراكشن كويس ضخم وكويس. هستفيد منه ايه؟ هستفيد منه ان القلب انا محتاجاه يكون بيضخ بقوه وبشكل منتظم، فانا كده استفدت ان انا قدرت ان انا اعمل مهمه عضله القلب انه يضخ ينقبض بشكل ضخم وكويس وقوي ومنتظم. عن طريق ايه؟ عن طريق ان المسل فايبر بتبرانش، بتعمل تفرعات، فانا كده ضمنت ان حصل ماس كونتراكشن. اللي بعد كده ان الكاردياك مسل بتكون من ضمن صفاتها ان هي انفولنتري، غير اراديه، ده معروف طبعا، انا ما بشغلش مثلا قلبي واقول له اقف واقول له اشتغل، لا طبعا هو شغال بغير ارادتي. بتكون استرييتد، ما احنا اتفقنا مع بعض هي فيها لونجيتودينال وترانزفيرس استرييشن، اذا هي استرييتد. اخر حاجه بقى ان هي انيرفيتد باي اوتونوميك نيرفز،
and controlled by special conduction system. يعني ايه الكلام ده؟ هفكركم في تانية ثانوي كنا بناخد كده ايه، ان التجربة كده انه جبت ارنب ماشي، الارنب ده القلب بتاعه كان شغال عشان هو متصل باعصاب فكان شغال. فانا قمت عامله حركة ان انا قمت فاصله الاعصاب دي وخرجت القلب من مكانه وحطيته على الترابيزه. لاحظت ايه؟ لاحظت ان انا لما خرجته من مكانه وحطيته على الترابيزه ان هو فضل ينقبض برضو تاني. معنى كده ان هو بينقبض بعيدا عن الاعصاب، مش الاعصاب هي بس اللي بتخليه ينقبض، لا هو بينقبض لوحده. ليه؟ عشان فيه سبيشال كوندكشن سيستم، عشان هو بيتحكم فيه سبيشال كوندكشن سيستم، نظام اتصال كده خاص موجود جواه هو ده اللي بيخليه ينقبض. ووجود الاعصاب اللي هو النيرفيشن، ان في اوتونوميك نيرفس يعني اعصاب لا اراديه بتغذيه، ده بينظم بقى الانقباض وبيظبطه، بيظبط للدنيا تمام. فالقلب بيشتغل ازاي؟ العضله بتاع القلب الكاردياك مثلا شغاله ازاي؟ عن طريق ان هي بتكون لها سبيشال كوندكشن سيستم بيتحكم فيها، وكمان بتكون انيرفيتد يعني متغذيه باوتونوميك نيرفس باعصاب لا اراديه. ففي النهايه ده ينتج لي ان القلب بينقبض بشكل منتظم وبشكل كويس. يبقى تاني الكاردياك ماسل دي ان هي العضلات القلبيه دي هي اللي بتعمل المايوكارديوم الدهارت، الجزء العضلي من القلب بيكون الخلايا بتكون نيوميرس ومتصله ببعضها عن طريق الانتركاليتد ديسك. الخلايا بتحتوي على نيوكلياس سنجل وسنترال. الخلايا فيها لونجيتودينال وترانسفيرس ستريشن بس اقل في الوضوح لسماركد زان السكليتال، اقل في الوضوح من اللي موجوده في السكليتال العضلات الهيكليه. المسل فايبر الليفه بتاعتنا بتبرانش، بتدي برانشات، فبالتالي ده بيعمل ماس كونتراكشن عشان خاطر لو في جزء انقبض بينقل الانقباض بتاعه لبقيه الاجزاء بتاع الكاردياك مسل فكلهم ينقبضوا في نفس الوقت فيحصل ماس كونتراكشن. اللي بعد كده هي انفولنتري وسترايتد، ده معروفه، وكمان بتكون كنترولد باي سبيشال كوندكشن سيستم وانيرفيتد باي اوتونوميك نيرفس. ندخل بقى على اللي بعد كده السكيليتال مسل. احنا كده خلصنا الفيسرال وخلصنا الكاردياك، هندخل هنتكلم شويه عن السكيليتال مسل، العضلات الهيكليه. العضلات الهيكليه دي معظم جسمي، احنا لو جينا نبص على الجسم هنلاقي هو كله عباره عن العضلات اللي انا بتحرك بيها، وبحرك دراعي، بحرك رجلي، بحرك ظهري، بحرك بطني، بحرك لساني، بحرك وشي، الكلام ده كله. فبالتالي معظم جسمي اصلا عباره عن عضلات هيكليه سكيليتال مسل. طب تعالوا كده نعرف يعني ايه عضله اصلا هيكليه سكيليتال مسل. قال لي ان هي زي اي عضله هي عباره عن جروب اوف كونتراكتايل فايبر، هي عباره عن مجموعه من الالياف اللي قادره على الانقباض. ماشي دي زي اي عضله عادي، بس المميز فيها انها بتكون اتاشد تو بونز. ادي عضله هيكليه سكيليتال مسل، المميز فيها ان هي بتكون ماسكه في عظم زي ما احنا شايفين. ادي العضله هي ماسكه في بدايتها بعظم ونهايتها بعظم ماشي، وبتمر على مفصل او اكتر من مفصل. يعني ادي عضله هيكليه سكيليتال مسل ماسكه في عظم، وهنا مر على الالبو جوينت مفصل الكوع اهو، وفي عندي عضله تانية اهي ماسكه في عظمه، وادي ماسكه في عظمه ماشي، وبتمر على مفصلين، الشولدر جوينت مفصل الكتف والالبو جوينت مفصل الكوع بالمنظر اللي احنا شايفينه، ان هي اهي ماسكه في عظم وادي ماسكه في عظم، وتمر على الشولدر جوينت اللي هو مفصل الكتف، وتمر على الالبو جوينت اللي هو مفصل الكوع. يبقى هي كده بتمر على ايه؟ على اكتر من مفصل، على مفصل او اكتر. يبقى السكيليتال مسل هي جروب اوف كونتراكتايل فايبرز، دي لاي مسل، ان هي عباره عن مجموعه من الالياف اللي بتعمل كونتراكشن، بتكون اتاشد باي اتس اندس، النهايات بتاعتها بتكون ماسكه في عظم تمام، وبتكون سيباريتد او اللي هي بتمر يعني باي وان اور مور جوينتس، على وان اور مور جوينتس. طب خصائص بقى السكيليتال مسل دي، كلمينا عن السكيليتال مسل دي، نقول الخصائص بتاعتها. اول حاجه الويت بتاعها، الوزن بتاعها. قال لك ان العضلات الهيكليه اللي في جسمي كله عامله من 40 ل 45% من وزني. شوفوا بقى يعني مثلا انا لو وزني 100 كيلو مثلا، يعني طبعا مثلا 40 او 45 كيلو عباره عن العضلات الهيكليه، وباقي الوزن عباره عن بقيه جسمي بقى، يعني العضلات الهيكليه لوحدها عامله 40 من 40 ل 45% من البادي ويت، من وزن جسمي، طبعا وزن كبير. تاني حاجه بيقول لي جمله كده هتضايقكم شويه، بيقول ايه؟ الماسل فايبر از فورمد اوف
مالتي نيوكليتد سيل كولم جويند ويزاوت بارتيشن. يعني ايه بقى الكلام ده؟ بص يا شباب، ان هي عباره عن الفايبر، الالياف دي عباره عن عمود، كل ليفه عضليه عباره عن عمود. عمود من ايه؟ من خلايا متعدده النواه. يبقى المسل فايبر عباره عن ايه؟ عمود من خلايا سيلز مالتي نيوكليتد متعدده النواه. الخلايا دي ربطتهم ببعض من غير ما يكون في بينهم فجوات، من غير ما يكون في بينهم بارتيشنز. ازاي؟ ادي المسل فايبر هرسمها، عباره عن ادي خليه وادي خليه وادي خليه، وهقعد ارسم بقى. ده شكل ايه؟ ده شكل عمود. عمود من ايه؟ من خلايا متعدده النواه مالتي نيوكليتد، فيها نواه انويه كتير. يبقى لحد دلوقتي هي عباره عن ايه؟ مالتي نيوكليتد سيل كولن، عمود من خلايا متعدده النواه جويند توجذر، ماسكين في بعض. وزود اني بارتيشن، مفيش بينهم اي فجوات او فراغات، ماسكه بعضه اهي، ماسكين في بعضهم قوي، مفيش اي فراغات او فجوات بينهم. دي كده تاني حاجه. طب تالت حاجه، قال لي ان هي بتتميز ان هي لها رابيد كونتراكشن، يعني بتنقبض بسرعه، مش زي الفيسرا المصل. فاكرين الفيسرا المصل قلنا ان هي بتنقبض ببطء قوي 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 يعني، لكن السكيتا المصل بتنقبض بسرعه. انا لو جيت مثلا احرك مثلا ايدي، مش هقعد بقى 50 سنه عشان احرك ايدي، لا بحركها في ثانيه، تمام؟ فهي بتنقبض بسرعه، ونتيجه الانقباض السريع بتاعها ده فهي بتتعب طبعا، هيحصل لها ايزلي فاتيج، هتتعب بسرعه. فيبقى هي رابيد كونتراكشن ايزلي فاتيج. اللي بعد كده، اللي بعد كده ان هي عباره عن اجزاء. السكيتال مسل دي عباره عن بارتس، اجزاء، ماشي؟ كل عضله عباره عن اربع اجزاء. الاربع اجزاء دول اللي هم نهايتين، وحاجه اسمها فليشي بارت، وحاجه اسمها تندينوس بارت. يعني ايه؟ برضو مش فاهم حاجه. تمام ماشي، نفهم بالراحه. نهايتين اللي هم عباره عن اوريجين اند انسرشن. احنا عارفين مع بعض كلنا من الاول خالص ان اي عضله بيكون لها اوريجين وانسرشن، تمام؟ ان هما النهايتين اوريجين اند انسرشن، اللي هو مكان مسكه العضله في قلب العظمه، مكان مسكه العضله في العظمه، ده اسمه الاوريجين والانسرشن، البدايه والنهايه. وفليشي بارت وتندينوس بارت. فليشي بارت يعني حته اللحمه، تندينوس بارت يعني الوتر. يبقى اي عضله عباره عن ايه؟ عباره عن النهايتين اللي هم اوريجين وانسرشن، وحته لحمه فليشي بارت، والوتر تندن، مسل تندن. طيب الاوريجين، قال لي ان الاوريجين ده اللي هو مكان مسكه العضله في قلب العظمه من البدايه بيكون ليس موبايل، بمعنى ده كده مفصل الكوع، تمام؟ تخيلوا كده ان انا عايز اعمل فليكشن، بحرك ايه؟ او عايز اعمل اكستنشن، بحرك ايه؟ بحرك الساعد، يا اما بعمله فليكشن يا اما بفرده واعمل اكستنشن، صح؟ عمري ما حركت الهيوميرس، يعني ما حركتش الهيوميرس نفسها عشان اعمل الايه؟ الفليكشن والاكستنشن. انا بحرك الساعد في اتجاه الايه؟ في اتجاه الفليكشن او الاكستنشن. معنى كده ان انا حركت الانسرشن في اتجاه الاوريجين، انا كده حركت الانسرشن في اتجاه الاوريجين، ما حركتش الاوريجين، لان الاوريجين ما بيتحركش قوي، فبالتالي الاوريجين بيكون ليس موبايل، ما بحركوش. وبيكون كمان موجود في البروكسيمال اند. يعني ايه؟ ادي جسم الانسان مثلا وليكن، وادي ده كده دراعه، ماشي؟ ده الترانك، ده الجذع. فبالتالي الاوريجين بيكون اكتر ناحيه الجذع، يعني بروكسيمال، لكن الانسرشن زي ما احنا شايفين بعيد عن الجذع، فبيكون ديستال. يبقى الاوريجين بيكون ليس موبايل، ما بيتحركش قوي، وبيكون موجود في البروكسيمال اند، في النهايه القريبه من الترانك، من جذع الجسم. لكن الانسرشن ده اللي بيتحرك، هو اصلا اللي بيتحرك، ماشي؟ وبيكون موجود في الديستال اند، موجود في الديستال اند بعيد عن جذع الجسم. اللي بعد كده، اللي بعد كده عندي، احنا كده خلصنا اول جزئين اللي هو الاوريجين والانسرشن. بعد كده بقى عندي حته اللحمه اللي هي الفليشي بارت، حته اللحمه اسمها فليشي بارت او ماسل بلي، دي حته اللحمه بتاعت العضله بتاعتنا، بتاع السكيتال ماسل. بتكون فليشي، بتكون لحمه، وبتكون كونتراكتايل، لها القدره على الانقباض. ماشي، شكرا يا سيدي، المعلومات كلها عارفينها. ده الفليشي بارت. اخر حاجه بقى اللي هو الماسل تندون او التندينوس بارت، اللي هو الوتر بتاع العضله، اللي هو الابيض ده والابيض ده، وده بيكون فايبرس. هشاور عليه بس بالماوس بقى احسن. ده الابيض ده والابيض ده، ده بيكون فايبرس، وبيكون نان كونتراكتايل، يعني مش هو اللي ما بيعملش اي كونتراكشن، ما بيعملش اي انقباض، بيكون شبه الحبل اهو، كورد لايك، شبه الحبل.
ممكن حد فيكم يختلط عليه الامر ويقول ايه، هو انت مش قلتي ان ده الاوريجن وقلتي ان ده الانسرشن، رجعتي تقولي برضو ان ده التندون وده تندون، ايه بقى الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ لا يا جماعه، الاوريجن اللي هو مكان المسكه بتاع العضله مع العظمه اللي هو الحته دي بس، لكن الباقي هيبقى تندون. نفس الحكايه، نفس الحكايه في من ناحيه الانسرشن. تمام تمام يبقى تاني بقى البارتس اوف سكيت المصل. عندي السكيت المصل دي عباره عن اربع اجزاء. تمام، اول جزء اللي هو الاوريجن البدايه، وده بيكون ليس موبايل ما بيتحركش قوي، وكمان في البروكسيمال اند ناحيه جذع الجسم. تاني حاجه الانسرشن، ده هو اللي بيتحرك وبيكون ناحيه بعيد عن جذع الجسم اللي هو الديستال بارت. تالت حاجه الفليشي بارت اللي هو حته اللحمه بتاعه العضله بتاعتنا. الفليشي بارت ده اسمه التاني مصل بيلي، بيكون فليشي يعني حته لحمه وبيكون كونتراكتايل، هو ده اللي بينقبض. لكن اخر حاجه عندنا اللي هو المصل تندون. المصل تندون ده بيكون نان كونتراكتايل، ما بينقبضش، بيكون شبه الحت الحبل، شبه الحبل. ماشي كده احنا خلصنا البارتس بتاعه السكيت المصل. خامس حاجه عندنا المصل اتاتشمنت، يعني ايه المصل دي ماسكه في ايه. على فكره المعلومه دي احنا قلناها واحنا بنعرف المصل. المصل ماسكه في العظم، المصل بتكون اتاتشد تو البون من التو اندز بتاعتها، النهايتين بتاعتها بيكونوا اتاتشد تو البونز، ماسكين في العظم. وكمان بتمر على، بيكون اكروس على وان اور مور جوينت، على مفصل او اكثر. الكلام ده احنا لسه قايلينه، مش معلومه جديده. بعد كده عندنا حاجه اسمها المصل ارينجد ان فانكشنال جروبز. يعني ايه؟ العضلات بتاعتنا هقسمها لفانكشنال جروبز، يعني هقسمها في جسمي لجروب، كل جروب بيكون بيعمل فانكشن معينه، وظيفه معينه. قسمتها لايه بقى؟ قسمتها لفنترال ماسلز ودورزال ماسلز ولاترال ماسلز وميديال ماسلز. يعني ايه برضو؟ وهقول على كل واحده ان كل مجموعه بتعمل وظيفه معينه. يعني انا قسمتهم لفنترال، والفنترال دول لهم وظيفه معينه، وقسمتهم لدورزال، والدورزال لهم وظيفه معينه. ازاي؟ قال لي ان الفنترال ماسل هما اللي بيعملوا الفليكشن، وظيفتهم في الجسم الفليكشن. دول الفنترال ماسلز اهي، اللي هي العضلات الفنترال اللي هي قدام، اللي هي انتيريور، وظيفتهم ان هم يعملوا فليكشن، فبسميهم الفليكسورز. كل العضلات اللي موجوده فنترال، كل العضلات الموجوده قدام بيعملوا فليكشن واسمهم فليكسورز، ما عدا عضلات اللور لمب الرجل، دول بيكونوا ما بيعملوش فليكشن. تمام، بيعملوا اكستنشن. يبقى اول حاجه الفنترال ماسلز، الفنترال ماسلز كلهم فليكسورز ما عدا اللور لمب. تاني حاجه الدورزال ماسلز، عضلات الظهر كلهم اكستنسورز، يعني الجزء ده كله عباره عن عضلات كلهم بيعملوا اكستنشن ما عدا عضلات اللور لمب. يبقى الدورزال ماسلز كلهم اكستنسورز وكلهم بيعملوا اكستنشن ما عدا اللور لمب، بيعملوا فليكشن ما عدا عضلات اللور لمب من ناحيه الدورزال بيعملوا فليكشن. في عندنا بقى اللاترال ماسلز اللي هي العضلات الموجوده ناحيه لاتر، دول بيعملوا ابدكشن. اما الميديال ماسلز اللي هم العضلات الموجوده ناحيه ميديال، دول بيعملوا ادكشن. يبقى تاني انا بعمل المصل، برتب المصل، المصل بتكون ارينجد ان فانكشنال جروبس اللي هم ايه؟ فنترال ماسلز دول جروب موجودين قدام، عضلات موجوده قدام كلهم فليكسورز، يعني كلهم بيعملوا فليكشن ما عدا اللور لمب. والدورزال ماسلز دول عضلات موجودين ورا كلهم اكستنسورز ما عدا اللور لمب. اما بقى مجموعه العضلات اللي هم اللاترال ماسلز، دول عضلات موجودين ناحيه لاترال، دول بيعملوا ابدكشن. لكن في عندي عضلات ميديال ماسلز، دول موجودين ناحيه ميديال ودول بيعملوا ادكشن. اللي بعد كده بيقول لي بقى الغذاء بتاع العضله، هغذي العضله، هغذيها بايه؟ يا اما ببلد، يا اما بنيرف، يا اما بدم، يا اما باعصاب. اول حاجه بالبلد، العضله بتستقبل الدم عن طريق ان هي بتستقبل برانشات فروع من الاوعيه اللي حواليها. ماشي، الاوعيه الدمويه اللي حواليها بتديها برانشات. فبيقول لي ان البلد سبلاي، ان العضله بتريسيف ماسكولار برانشز، بتريسيف فروع ماسكولار، يعني راحه تغذي مصل. جايه منين؟ جايه من النير باي فيسلز، من العضلات، من الايه، الاوعيه اللي حواليها. ماشي تمام كده، تمام، دي كده البلاد سبلاي. تاني حاجه النيرف سبلاي،
النيرف سبلاي قال لي ان هي بتستقبل نيرف سبلاي بتستقبل اعصاب ماشيه along with الارتريال سبلاي، بمعنى ان مع الارتري اللي داخل العضله، الارتري اللي رايح يغذي العضله، هلاقي ان النيرف ماشي معاه زي اللي احنا شايفينه دلوقتي. ان الارتري اللي هو الاحمر ماشي معاه فرع كده اصفر، الاصفر ده اللي هو النيرف. فالارتري والنيرف ماشيين مع بعض، رايحين يغذوا العضله مع بعض، هيدخلوا لها الاثنين من نفس المكان. تمام؟ يبقى النيرف سبلاي والبلاد سبلاي الاثنين مع بعض هيدخلوا العضله من نفس المكان، اللي هو ايه؟ اللي هو الديب سيرفيس. بمعنى ادي دي عضله اهي ماشي، اللي ظاهر لي قدامي ده السوبرفيشال بتاعها اللي هو السطح بتاعها، تحت من تحت ده الديب سيرفيس بتاعها، اهو النيرف والفيسل البلاد سبلاي والنيرف سبلاي الاثنين داخلين للعضله من تحت ويغذوها من تحت، ويا اما بيدخلوا لها من وان سيتويشن موقع واحد، يا اما من اكتر من موقع. ازاي؟ ادي العضله، ادي الفيسل والنيرف داخلين لها، يا اما يدخلها من هنا بس ماشي، او ان هما يدخلوا لها ازاي، ادي يدخلوا لها كده يتفرعوا ويدخلها من كذا موقع من كذا سيتويشن. تمام؟ يبقى تاني البلاد سبلاي والنيرف سبلاي بتاع العضله. قال لك ان انا بجيب بلاد سبلاي منين؟ بجيب دم منين؟ بجيب دم عن طريق ان انا بجيب ماسكولار برانشز، فروع جايه منين؟ جايه من النير باي فيسلز، من الايه، من الاوعيه اللي حواليه، من الاوعيه اللي حوالين العضله. النيرف سبلاي قال لك ان النيرف سبلاي العصب بيكون ماشي مع الارتري مع الشريان، ماشيين الاثنين مع بعض، هيروحوا يغذوا العضله من نفس المكان، هيدخلوا لها من نفس المكان اللي هو ايه، الديب سيرفيس، من تحت مش من سوبرفيشال، مش من على السطح، مش هيغذوا العضله من سطحها، لا، من 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 الديب سيرفيس اللي هو السطح الايه، الديب بتاعها، العميق بتاعها. ليه؟ عشان خاطر افويد الانجري، عشان ما يتعورش بسهوله. عشان افرضي مثلا انا حد ضربني بمشرط مثلا او بسكينه او كده، فبالتالي ما اذيش الايه، النيرف والفيسل بسهوله، الاعصاب والاوعيه بسهوله، اكون اذيت العضله اه، بس ما اذيتش الايه، الحاجات اللي بتغذيها، العضله هتلم. تمام؟ تمام كده احنا خلصنا البلاد سبلاي والنيرف سبلاي. ندخل بقى على تاسع حاجه، المسل اكشنز. يعني ايه المسل اكشنز؟ ايه هي وظيفه العضله؟ العضله بتعمل ايه؟ حد هيقول لي ان هي بتعمل كونتراكشن، مظبوط صح. ولما بتعمل كونتراكشن ايه اللي بيحصل؟ لما بتنقبض ايه اللي بيحصل؟ الالياف بتاعتها بتقصر. ده لوجيك جدا على فكره، يعني اي عضله عشان تنقبض الالياف بتاعتها بتقصر. فبيقول لي بقى المسل اكشن اللي هو شغل العضله، العضله دي بتعمل ايه؟ قال لك ان العضله دي بتعمل كونتراكشن ماشي، والكونتراكشن ده بيخلي الالياف تقصر، يحصل لها شورت، بتبقى شورتر في اللينس، بتبقى اقصر في الطول بتاعها، الطول بتاعها بيقصر. يعني ده كده المسل اكشنز. اخر حاجه بقى معانا من مواصفات السكيلتال المسل، العضلات الهيكليه، هو الارنجمنت اوف المسل فايبر. يعني ايه؟ يعني انا هجيب المسل فايبر دي بتاعتنا، احنا عندنا مسل فايبر الالياف العضليه، وهرصصها، هرصصها بقى بطرق مختلفه على حسب مزاجي. يا اما ارصصها ان يكون الفايبرز الالياف parallel to the line of ball، او الالياف سوري الالياف oblique to the line of ball سوري عندي قلنا ان انا برتب الالياف، برتب المسل فايبرز دي يا اما بتكون parallel للاين اوف بول، يا اما بتكون اوبليك تو لاين اوف بول. يعني ايه اللاين اوف بول ده؟ خط انا اللي مخترعاه كده من نفسي، قلت ان العضله دي لها لاين اوف بول، لها لاين اسمه لاين اوف بول، الخط بتاع اللحمه بتاعتي، بتاع الجزء البول اللي هو اللحمه بتاعتي، ادي الخط ده هرسمه كده مثلا بالاحمر ماشي. انا بقى لاحظت في تشريح جسمي لما جيت اشرح العضلات واتفرج عليها، لاحظت ان في عضلات الفايبرز الالياف بتكون بارلل لللاين اوف بولز، يعني الالياف بتاعه العضله بتكون موازيه لللاين اوف بولز ماشي. ولاحظت ان في عضلات تانية الالياف بتاعتها بتكون، ادي اللاين اوف بولز، الالياف بتاعتها هتكون اوبليك على اللاين اوف بولز. ازاي؟ ادي اللاين اوف بولز، الالياف بقى بتترصص ازاي؟ اوبليك، بشكل مايل بالمنظر ده كده، بشكل مايل. تمام؟ فيبقى من ضمن مواصفات السكيتال مسل ان هي الارنجمنت بتاع المسل فايبر بيختلف، يا اما بيكون الفايبرز بارلل تو اللاين اوف بول، يعني موازيه لللاين اوف بول، يا اما بتكون اوبليك على اللاين اوف بول، مايله على اللاين اوف بول.
تمام. طيب كل مواصفات يعني ايه بقى الفايبرز البارل لاين اوف بول اتكلمي لي عنها، والفايبرز الاوبليك لاين اوف بول اتكلمي لي عنها. اول حاجه الفايبرز اللي هي بارلل لللاين اوف بول زي ما احنا شايفين في الايه، في اول مثال بالنسبه لنا اللي هو العضله دي، العضله دي المفروض ان الفايبرز زي ما احنا شايفين اهي بارلل لللاين اوف بول، بتكون موازيه لللاين اوف بول. حلو الكلام ماشي. وبعدين من مواصفاتها زي ما احنا شايفين، احنا نوصف اللي احنا شايفينه، هنلاقي ان الفايبرز طويله، الفايبرز بتكون طويله لونج، وعددها مش كتير. لو جيت ارسم عددها، عددها مش كتير، عدد الفايبرز ماهوش كتير. فبالتالي اول من ضمن مواصفات الفايبرز اللي هي بارلل تو لاين اوف بول ان هي بتكون الفايبرز بتكون لونج طويله، وكمان بتكون فيو في النمبر بتاعها قليله في العدد بتاعها. طب ده يعمل لي ايه؟ ده يعني يخلي العضله دي تعمل ايه، الكونتراكشن بتاعها يبقى عامل ازاي مثلا، الانقباض بتاعها يبقى عامل ازاي. قال لك ان لما العضله يكون عدد الفايبرز بتاعتها قليله، طبيعي جدا لما تيجي تكونتراكت تنقبض، الانقباض بتاعها مش هيبقى قوي، هيبقى ضعيف، صح؟ ليه؟ لان عدد الايه الالياف اللي هي هتعمل الانقباضه عددهم قليل. طيب انها الفايبرز بتاعتها طويله، ده هستفيد منه بايه؟ هستفيد ان ده هيعمل لي جريتر رينج اوف الموفمنت، مدى الحركه هيبقى اوسع. يعني مثلا انا بعمل مثلا ابدكشن، ببعد دراعي عن ايدي، لو العضله الالياف بتاعتها طويله هعرف ابعد دراعي قوي، ماشي، بس الكونتراكشن بتاعي هيبقى ضعيف، مش قوي بقى قوي كده. ليه؟ اصل انا عندي الفايبرز اللي هي بارل تو لاين اوف بول بتكون الفايبرز دي طويله، فبتعمل جريتر رينج من الموفمنت، لكن عددها قليل فيو في النمبر، فبتعمل الكونتراكشن ضعيف مش قوي قوي. دي اول حاجه بالنسبه لنا اللي هي الفايبرز البارلل تو لاين اوف بول. عليها امثله زي مصل اسمها عضله، يعني اسمها برونيتور كوادريتس. برونيتور كوادريتس دي من ضمن العضلات بتاعه الايد، هتاخدوها بعدين. برونيتور كوادريتس اسمها ايه؟ برونيتور كوادريتس من اسمها بتعمل برونيشن. وفي عندنا عضلات زي ريكتس ابدومينس. يعني ايه ريكتس ابدومينس؟ ريكتس ابدومينس دي عضله من عضلات جدار البطن، ريكتس ابدومينس. وفي عضله كمان اسمها سارتورياس. اسمها ايه؟ سارتورياس دي عضله من عضلات الرجل، اللور ليمب. يبقى تاني الفايبرز البارل تو لاين اوف بول دي فايبرز بتكون طويله ولكن عددها قليل، فبالتالي بتعمل مدى واسع من الموفمنت ولكن الكونتراكشن بتاعها بيكون ضعيف. امثله برونيتور كوادريتس اللي هي في الايد وبتعمل برونيشن، برونيتور كوادريتس، وريكتس ابدومينس دي عضله من عضلات جدار البطن، وسارتورياس دي عضله من اللور ليمب. ندخل بقى على الفايبرز اللي هي الاوبليك تو لاين اوف بول زي ما احنا شايفين كده في الرسمه الثانيه. الرسمه الثانيه اللي هي الفايبرز اللي ادي لاين اوف بول، وادي الفايبرز اوبليك على اللاين اوف بول. انتوا اللي تقولوا لي بقى الفايبرز دي هتكون الدنيا بتاعتها شكلها عامل ازاي. بصوا انا كل ده عمال ارسم في فايبرز، عمال ارسم في ايه؟ في فايبرز. زي ما انتوا شايفين كده عمال ارسم في فايبرز اهو، وزي ما انتوا شايفين برضو ان انا رسمت فايبرز كتيره، شايفين ان انا رسمتها قصيره. فبالتالي الفايبرز اللي هي بتكون اوبليك تو لاين اوف بول مواصفاتها ان هي شورت، قصيره الالياف قصيره ولكن عددها كبير. فبالتالي هستفيد ايه؟ هستفيد ان الكونتراكشن بتاع العضله اللي هي الفايبرز فيها اوبليك هتكون كونتراكشن قوي وكبير. ليه؟ اصل عدد الالياف كتير، فلما عدد الالياف يكتر كلهم عمالين ينقبضوا، فهيعملوا لي نتيجه ان الانقباض هيبقى قوي. لكن بما ان الالياف طولها قصير يعني هي شورت، فبالتالي ما بتضمنليش مدى واسع من الحركه، بالتالي ما فيش جريتر رينج من الموفمنت، لا ما بتعملش مدى واسع من الحركه. ده بالنسبه اللي هي الفايبرز الاوبليك لللاين اوف بول. زي مين؟ قال لي هقسمهم الفايبرز الاوبليك لللاين اوف بول دول، هقسمهم لي عضلات شكل البتاع ده الريشه، وعضلات مثلثه، وعضلات حلزونيه او شكل الصليبه. تاني الفايبرز اللي هي اوبليك تو لاين اوف بول ماشي، قسمتها لعضلات شكل الريشه، وعضلات شكل المثلث، وعضلات ملويه زي او حلزونيه يعني، او على شكل صليبه، اللي هي بنيت ماسلز
بالنيت ماسلز دي يعني عضلات على شكل ريشه، وتريانجولار ماسلز يعني عضلات مثلثه من اسمها، تويستد او سبايرال او كروشيت اللي هي على شكل صليبه او يعني حلزونيه كده شويه، ملويه كده متنيه وحلزونيه. تمام. اول حاجه البنيت ماسلز، قال لي ان البنيت ماسلز دي نوع من انواع الفايبرز اللي هي اوبليك لللاين اوف بول، ماشي حلو. وبعدين شكلها شكل البنيت او الفيذر اللي هي شكل الريشه، ماشي. وبعدين قال لي هقسمها يا اما يوني بنيت يا اما باي بنيت يا اما مالتي بنيت يا اما سيركم بنيت. يعني ايه الكلام ده؟ قال لي هقسمها يا اما نص ريشه، يعني العضله على شكل نص ريشه زي دي كده، دي يوني بنيت العضله على شكل نص ريشه، يا اما باي بنيت العضله على شكل ريشه كامله زي العضله دي، يا اما مالتي بنيت العضله على شكل كذا ريشه في بعض. يعني ايه؟ دي كده ريشه كامله صح؟ اهي ريشه كامله جنب ريشه كامله جنب ريشه كامله جنب ريشه كامله، يبقى ده كده ايه؟ مالتي بنيت، كذا ريشه مع بعض مالتي بنيت. اخر حاجه سيركم بنيت، سيركم سيركم دي يعني دايره، فسيركم بنيت يعني على شكل الدايره اهو زي ما احنا شايفين سيركم بنيت. اول حاجه اللي هي اليوني بنيت، اليوني بنيت دي عضلات المفروض زي ما قلنا شكلها عامله زي نص ريشه اللي هي هاف هاف فيذر، يعني نص ريشه هاف فيذر نص ريشه. مثال عليها عضله اسمها فليكسور بوليشس لونجس. انا مش عايزاكم تتخضوا من الاسامي او تستصعبوها او كده، مجرد ما هتخلصوا اصلا الطرف العلوي الابر لمب يعني الاسامي دي بالنسبه لكم هتبقى سهله جدا. فليكسور بوليشس لونجس دي عضله بتعمل فليكشن، من اسمها فليكسور يبقى بتعمل فليكشن. فليكشن لمين؟ للصباع الابهام. صباع الابهام بقول عليه بوليشز، تمام. لونجس يعني طويله، فيبقى فليكسور بوليشس لونجس العضله الطويله اللي بتعمل فليكشن لمين؟ لصباع الابهام. العضله الطويله اللي بتعمل فليكشن لصباع الابهام دي نوعها يوني بنيت، يعني ايه؟ يعني عامله زي نص الريشه، تمام. تمام. تاني واحده معانا الباي بنيت. الباي بنيت هتبقى ايه؟ كومبليت فيذر، يعني ريشه كامله. الكومبليت فيذر دي اللي هي الباي بنيت امثله عليها حاجه اسمها ريكتس فيموريز وحاجه اسمها دورزال انتر اوسيوي. يعني ايه ريكتس فيموريز؟ دي عضله من عضلات الرجل، ريكتس فيموريز ريكتس فيموريز ريكتس فيموريز. ودورزال انتر اوسيوي دي عضله من عضلات اللي هي في ظهر الايد، تمام، في ظهر الايد، عضلات في ظهر الايد. يبقى تاني الباي بنيت دي كومبليت فيذر زي ما احنا شايفين ريشه كامله اهي، ماشي شكل الريشه الكامله زي مين؟ زي ريكتس فيموريز ودورزال انتر اوسيوي. يعني ايه ريكتس فيموريز ودورزال انتر اوسيوي؟ اللي بعد كده المالتي بنيت اللي هو ده الشكل ده اللي هو فيه كذا ريشه مع بعض، اللي فيه كذا ريشه مع بعض ده بيكون عندي امثله عليه ميدل بارت اوف دلتويد مسل. عضله الدلتويد دي عضله من ضمن عضلات الطرف العلوي الابر لمب، ماشي. المنتصف بتاعها بيكون مالتي بنيت زي ما احنا شايفين كده، المنظر ده بيكون ده منظرها. عضلة الدلتويد دي عضلة من عضلات الأبر لمب زي ما اتفقنا. ومين تاني؟ وعضلة اسمها سابسكابيلاريز وعضلة اسمها انفراسبايناتس، برضو دول من ضمن عضلات الأبر لمب هتعرفوهم بعدين. بيكون نوعهم ايه؟ نوعهم مالتي بنيت. يبقى المالتي بنيت زي الدلتويد وسابسكابيلاريز وانفراسبايناتس. قولوا معايا دلتويد سابسكابيلاريز انفراسبايناتس. اخر حاجة معانا وهي السيركم بنيت. السيركم بنيت دي اللي هي عاملة زي الدايرة. بيقول لي معلومة ان التندينوس بارت بتاعها بيكون في النص. يعني ايه بقى؟ هو احنا مش اتفقنا ان العضلة الهيكلية المفروض ان العضلة عاملة كده؟ سوري العضلة عاملة كده بالمنظر ده، المفروض ان ده كده الفليشي بارت بتاعها، لكن ده التندون بتاعها. نعمله بالاسم ده كده التندون بتاعها موجود اهو في الاطراف، صح؟ موجود في الاطراف، مش موجود في النص يعني. لا مش موجود في النص، هو موجود في الاطراف. ولكن في حاله السيركم بنيت دي، في حاله السيركم بنيت هي التندون بتاعها هنا، ده التندون واسبارت بتاعها، التندون بتاعها بيكون هنا. فبالتالي السيركم بنيت المعلومه اللي اعرفها عنها ان التندون بتاعها بيكون سنترال، بيكون في النص، ماشي. الامثله اللي عليها عضله اسمها تيبياليز انتيريور، دي موجوده في الرجل، اسمها ايه؟ تيبياليز انتيريور. وعضلة اسمها سولياس برضو موجودة في الرجل. يبقى السيركم بنيت الأمثلة عليها تبياليز أنتيريور تبياليز أنتيريور وسولياس، دول من عضلات اللور لمب الرجل. يبقى دول كده البنيت
ماسلز البنيت ماسلز، يا اما يوني بنيت نص ريشه، يا اما باي بنيت ريشه كامله، يا اما مالتي بنيت كذا ريشه في بعض، يا اما سيركم بنيت عامله شكل دايره. اللي بعد كده عندنا اللي هو تريانجولار ماسلز، ومن اسمها تريانجولار ماسلز يبقى العضله هتبقى شكلها عامل زي ايه؟ زي المثلث، اللي هي العضله اللي شكل المثلث اللي هي دي الخضره دي، تمام؟ الخضره دي هي عضله، دي اسمها تريانجولار ماسل، تمام؟ ليه تريانجولار ماسل؟ لانها واخده شكل مثلث. زي مين؟ زي عضله اسمها تيمبوراليز، وعضله اسمها الدكتور لونجس اللي هي اللي المرسومه قدامنا دي، اللي هي الدكتور لونجس، ماشي؟ وعضله اسمها تيمبوراليز. عضله اسمها تيمبوراليز دي من ضمن عضلات الراس، الدكتور لونجس دي من ضمن عضلات الرجل. يبقى تاني تريانجولار ماسل من اسمها هتبقى عضله على شكل ايه؟ مثلث. طيب زي مين؟ زي عضله اسمها تيمبوراليز، تيمبوراليز ودي عضله من عضلات الراس، وعضله اسمها الدكتور لونجس الدكتور لونجس، ودي عضله من عضلات اللور ليمب الرجل. اخر حاجه بقى اللي هي العضلات التويستد او السبايرال او الكروشيت مسل، العضلات اللي هي حلزونيه كده او عامله شكل صليبه زي دي كده، دي كده حلزونيه اهي، تمام؟ دي كده حلزونيه، تمام؟ ماشي. زي مين بقى او ايه التويستد دي؟ قال لي ان هي اما تبقى التويستد او السبايرال او الكروشيت، تويستد عامله شكل حلزون اهي، وفي اللي هي الكروشيت عامله شكل صليبه. المسل بتبقى عباره عن كده، ادي المسل شكل الصليب بالظبط، دي كده المسل بتبقى بالمنظر ده كده. فانا عندي التويستد سبايرال او الكروشيت مسل دول، يا اما سبايرال يا اما كروشيت. من اسمها السبايرال اللي هي الحلزونيه اللي هي المنظر ده، امثله عليه حاجه اسمها ترابيزيوس، وحاجة اسمها بيكتراليز ميجور، وحاجة اسمها سوبينيتور. تاني ترابيزيوس بيكتراليز ميجور سوبينيتور، ده كله عضلات هتاخدوها في الطرف العلوي الابر لم، ترابيزيوس بيكتراليز ميجور سوبينيتور. يبقى العضلات اللي هي تويستد او سبايرال اللي هي الحلزونية زي اللي انا مشاورة عليها بالسهم دي، عضلات بتكون زي الترابيزيوس والبيكتراليز ميجور وسوبينيتور. لكن العضلة اللي هي الكروشيت اللي على شكل صليبة زي اللي انا رسميها بقى على شكل صليب ده، بيكون عندي امثلة عليه حاجة اسمها ماسيتر، دي عضلة من عضلات البق، ماسيتر 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 ماسيتر، مع عضلة من عضلات الوش يعني، دي اللي انا بمضغ بيها اسمها ايه؟ ماسيتر. وستيرنوكلايدوماستويد، دي عضلة من عضلات الرقبة، استيرنوكلايدوماستويد عضلة من عضلات الرقبة، استيرنوكلايدوماستويد. وعضله كمان اسمها الدكتور ماجنس، الدكتور ماجنس الدكتور ماجنس، دي من عضلات الرجل. تاني بقى هنقول كل اللي احنا قلناه في اخر حاجه دي عشان العضلات اكيد لخبطتكم شويه، هي الموضوع هيبقى محتاج قرايه كتير كذا مره عشان تثبت في دماغكم. احنا قسمنا عملنا ارينجمنت للمسل فايبرز، يا اما المسل فايبرز دي كان بارلل لللاين اوف بول، يا اما كانت اوبليك على اللاين اوف بول، يا اما كانت موازيه يا اما كانت مايله. الموازيه دي الفايبرز بتكون طويله وعددها قليل، فبالتالي بتعمل كونتراكشن ضعيف ولكن مدى واسع، جريتر رينج اوف موفمنت، مدى واسع من الحركه. زي مين؟ والله زي الامثله بتاعتنا اللي احنا قلناها مع بعض، اللي هم برونيتور كوادريتس وقلنا دي عضله موجوده في الدراع، وريكتس ابدومينس قلنا دي عضله موجوده في جدار البطن، وسارتوريس وقلنا دي عضله موجوده في الرجل، ماشي؟ تمام. ندخل على الفايبرز اللي هي اوبليك لاين اوف بول. اتفقنا مع بعض ان الفايبرز الاوبليك لاين اوف بول زي ما في الصوره عددهم كبير ولكن قصيرين، فبالتالي بيعملوا كونتراكشن كبير ولكن مدى قليل من الحركه. بعد كده قسمنا بقى الفايبرز اللي هي اوبليك لللاين اوف بول، يا اما فايبرز بتكون على شكل ريشه بالنيت بالنيت مصل، دي على شكل ريشه، يا اما بيكون على شكل مثلث تريانجولار مصل، على شكل مثلث تريانجولار مصل. اخر حاجه انها تكون تويستد او سبايرال اللي هي حلزونيه يعني، او انها تكون كروشيت يعني على شكل صليبه. اول حاجه البنيت مصل اللي هي على شكل ريشه، قلنا ان هي يا اما تكون يوني بالنيت يعني على شكل نص ريشه هاف فيذر، يوني بالنيت على شكل نص ريشه هاف فيذر. زي مين؟ زي فليكسور بوليشس لونجس، فليكسور بوليشس لونجس ودي عضله طويله بتعمل فليكشن للثمب، عضله طويله بتعمل فليكشن للثمب. تاني حاجه الباي بالنيت، بتكون كومبليت فيذر يعني ريشه كامله، والله زي مين؟ زي ريكتوس فيمورز ودورزال انتر اوسيوي. تالت حاجه المالتي بالنيت، اتفقنا مع بعض ان هما كذا ريشه جنب بعض، ماشي؟ زي مين؟
والله زي الدلتويد وساب سكابولارز و انفراس باينيتس. دلتويد ساب سكابولارز انفراس باينيتس دول كلهم عضلات في الابر ليمب. اخر حاجه في البنيت اللي هو السيركم بنيت، واتفقنا مع بعض ان احنا نعرف عنها معلومه ان التندون بيكون في النص. التندون بيكون في النص ماشي، زي مين بقى؟ والله زي العضله اللي هي تبيالز انتيريور وسولياس. تبيالز انتيريور وسولياس، تاني تبيالز انتيريور وسولياس، واتفقنا ان دول من ضمن عضلات اللور لمب الرجل. اللي بعد كده عندنا بقى التراينجولار مسل. التراينجولار مسل دول على شكل مثلث مش محتاجه كلام ماشي، زي مين؟ زي التيمبوريلس، دي عضله من عضلات الراس، وزي الادكتور لونجس، دي عضله من عضلات الرجل. اخر حاجه التويستد سبايرال اور كروشيت. التويستد سبايرال اللي هي الحلزونيه، زي ترابيزياس بيكتوراليس ميجور سوباينيتور. ترابيزياس بيكتوراليس ميجور سوباينيتور دول عضلات في الابر لمب. اما الكروشيت فانا عندي اللي هم الماسيتر العضله بتاع اللي في الوش، وسترنو كلايدو ماستويد دي عضله في الرقبه، واخر حاجه الدكتور ماجنس اللي هي عضله في الرجل. ده بالنسبه لمحاضره النهارده، احنا كده خلصنا كل حاجه فيها. هنقول بس سريع سريع اللي احنا قلناه النهارده. احنا اتكلمنا النهارده عن ايه؟ اتكلمنا النهارده يا شباب عن الماسلز اللي هي العضلات. العضلات دي اتفقنا مع بعض ان هي يا اما بتكون سكليتال، يا اما بتكون فيسرال، يا اما بتكون كاردياك. اول حاجه الفيسرال اتكلمنا عنها وقلنا دي العضلات الملساء اللي هي بتاعه الاحشاء ماشي، وقلنا ان هي مغزليه فيوزي فورم، السيلز فيها بتكون سنجل و سنترال موجوده في السنتر ولارج كبيره. تمام ماشي. واتفقنا مع بعض ان هي بتكون اهم حاجه مميزه ممكن اسال فيها اللي هي سلو سستيند كونتراكشن، بتعمل كونتراكشن بطيء مستمر ولكن بطيء جدا، فبالتالي ما بتتعبش، نو فاتيك. بعد كده اتكلمنا بقى عن الكاردياك ماسل، قلنا دي ان هي بتعمل الميوكارديوم بتاع الهارت، بتعمل عضله القلب، واتكلمنا عن شكلها وان هي لها انتركاليتد ديسك، بيكون لها انتركاليتد ديسك، وان هي بتكون انفولانتري وسترييتد، لها لونجيتودينال وي ترانسفيرس سترييشن، بس مش واضح قوي زي السكيليتال ماسل. وقلنا عنها ان هي بيتحكم فيها سبيشال كوندكشن سيستم، نظام خاص بيها، وكمان انفولانتري اوتونوميك او انيرفيتد باي اوتونوميك نيرفس، يعني بتتغذى باعصاب لا اراديه. واتكلمنا بقى عن السكيليتال ماسل، اتكلمنا عن السكيليتال ماسل وقلنا ان هي دي العضلات السترييتد بتكون مخططه وكمان اراديه، فولانتري بيتحكم فيها اعصاب اراديه ماشي. قلنا ان هي لها شويه مواصفات كده زي ان وزنها من 40-45% من جسم الانسان، وانها بتكون ماسك، يعني شويه المواصفات اللي احنا اتكلمنا بقى عنهم كلهم، واهمهم اللي هو اكبر حاجه فيهم ان هي بتكون ارنجد ان فايبر، الارنجمنت بتاع الفايبرز بتاعها. قلنا ان هي بتكون ارنجد يا اما بارلل يا اما اوبليك. البارلل ماشي، الاوبليك قسمناهم تاني ليه؟ بالنيت على شكل ريشه وتريانجولر على شكل مثلث، واخر حاجه اللي هو تويستد سبايرال اور كروشيت على شكل صليبه او حلزونيه. بالنسبه لي البنيت قلنا يا اما يوني بنيت نص ريشه، او باي بنيت ريشه كامله، او مالتي بنيت كذا ريشه مع بعض، او اخر حاجه السيركم بنيت على شكل دايره. يا رب اكون افدتكم وتكونوا فاهمين المحاضره، وما اكونش ضيعت وقتكم يا رب. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.